التقليدي للدعم الاجتماعي صاحبها الأصلي هو العدالة والتنمية منذ 2014، وكان النقاش حولها واللي بدات مع الأراميل وبدات مع عدد من البرامج. اليوم هذه الحكومة تبنت هذا الشيء، حنا ما يمكن لا إلا نكونوا مع الدعم المباشر للمواطنين، لكن خليني نفرقوا بين 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 جوج ديال الأمور. أولا كاين تعميم التغطية الصحية، تعميم التغطية الصحية، وكاين الدعم الاجتماعي. فيما يتعلق بالتغطية الصحية، الناس اللي كان عندهم رماد دو جانبير 2022 دازوا الأمو تضامن. هاد الناس اللي دازوا الأمو تضامن وقع فيه إشكال، ما دازوش كاملين، ماشي 7 المليون كاملين اللي كانوا كيستافدوا من رماد، 19 مليون و700 بطاقة اللي كانت الناس كيستافدوا. شنو خلقنا لهم؟ قلنا هادو اسمهم غير القادرين، ودرنا واحد الفئة واحدة أخرى سميتها القادرين الذين سيؤدون التغطية الصحية ديالهم. فإذا هادوك اللي القادرين سيؤدون، كاين القادرين المهنيين إلى غير ذلك، راه عندهم مساهمة المهنية، هادو ما كنهضروش عليهم. لكن كاين اللي هو قادر ولكن غير مأجور، غير أجراء، بحال الآباء ديالنا اللي هاد الحكومة للأسف الشديد عوض تأخذ بالقانون ديال سعب إله بن كيران اللي كان وجابته الحكومة السابقة، وبأنه الآباء يتكلفوا بهم الأبناء ديالهم. هاد الفئة دابا شي واحد خليه نقول لاباس عليه، ولكن باهم ما مشي أجراء، شنو غيدير لهم؟ غيدخلهم أمو تضامن، غيقولوا راه كيستغل، إذا كيخصو يمشي لغير القادرين ويتأدى. لأنه هاد حنا يعني الحكومة اللي سحبت القانون ديال الآباء، ديال تغطية الآباء، للأسف لقينا في واحد الفراغ. نعطيك غير مثال، ولكن كاين أمثلة بحالها، في الإخوان وفي إلى غير ذلك، لا الأعمال الحرة داخلين، الأعمال الحرة بمختلف المستويات ديالهم داخلين، مش خديتي الصناعة التقليدية داخلين، خديتي الفلاحة داخلين إلى غير ذلك، لا بغي يستفد، إلا خصو يمشي، لا اختياري، ما يمكنش شي واحد، طيب قلد الدستور، ما يمكنش شي واحد يفرض عليك، لأنه أنا بغيت نمشي نخلص على راسي. وشحال من واحد دابا كيمشي على برا يخلص على راسه، ماشي قاعد حتى في المغرب، نجي يقولوا له لا انت خصنا ندخلوك صحة، ما يمكنش. صحيح حنا بغينا نفوت التغطية 100% ديال المغاربة كاملين يكون عندهم تغطية، لأنه عندنا سواء القطاع الخاص أو القطاع العام الآن ولاو كيخدموا يعني بهذه التغطية هذه، لا بقى متضامن ولا بالتغطية العادية. فإذا كل شيء بغينا، هذا إشكال آخر. أنا نوضح لك، دابا دار جوج ديال السجلات، كاين السجل الاجتماعي الموحد، وكاين واحد السجل الوطني، وكاين السجل ديال الفلاحه حتى هو يمكننا نضيفه. الناس مثلا نعطيك مثال، اللي تسجلوا كاع في السجل الفلاحي كلهم مع الاسف هو مشى يطلب الدعم ديال الفلاحه، يعني ياخذ تبن ولا ياخذ الاعلاف ولا هذا، بمجرد ما سجل كيحسبوا له شحال خدا هو كان كياخذ باش يستافد. واذا كيقولوا له لا انت خديتي، انت عندك 5 البقرات وعندك 100 قطاع وعندك كذا، ولاو كيفرضوا عليه. فهذا مشكل حقيقي. وفئات اخرى راه ماشي غير هادشي، دابا الطلبه كانوا ممنوحين، طالب المنحه اللي كانت كتعطى له صحيح على المستوى الاجتماعي ديال الاب ديالوش 4000 درهم 3000 درهم 5000 درهم، كنديروا واحد الحد ادنى وكنعموه على الصعيد الوطني، كنختلفوا ما بين مدينه كبيره ومدينه صغيره، ولكن اليوم عندنا مؤشر ديالها خاص، عندها مؤشر ديال كيما متضامن عندها 9.326، كل وحده عندها العتبه ديالها. هذه العتبات انا اقول بان يجب ان تراجع، وان تراجع علاش؟ لانه حنا ملي خدينا المؤشرات اللي اعتمدنا عليها هي مؤشرات اولا لا اقول مستورده، خدينا التجربه ديال الهند وجبناها وبنيناها على النفقات، شحال كينفق السيد، واش عندك تلفازه، واش عندك مرحله بلدي، واش عندك تليفون، واش عندك شحال كتخلص التليفون، لكن عندك جوج تليفونات، واش عندك بارابون. فدخلنا في واحد، ثم ان هذه العتبه تبنات على مؤشر ديال الفقر ديال 2004 ولا 2014. فلذلك هادشي كله خصو تحيين وخصو تدارك. انا اسجل بايجابيه ان رئيس الحكومه منين جا كيتكلم على الدعم المباشر، منين جا كيتكلم على التغطيه على المنظومه الصحيه، قال باننا سنتدارك هذا الامر، وانه بالرغم من ان نسبه الفقر ونسبه الهشاشه ما كتعداش بهم بجوج 12%، هو غادي يوصلها 25%. نتمنى ان يتم التدارك هادشي من خلال المراسم اللي غادي تجي بها الحكومه، والا الاختلالات كثيره. انا خلي نقول لك اختلالات كثيره، لا فيما يتعلق بالتغطيه الصحيه ولا فيما يتعلق بالدعم الدعم المباشر. الدعم المباشر دابا كاين حقيقه مشكل، لانه هذاك اللي كان كياخذ تيسير توقف له وما كاين عدد منهم اللي توقف له، هذا الناس اللي كانوا كياخذوا المنحه
ما كياخذوهاش الناس اللي كانوا كياخذوا الاراميل نفس الامر. وعدد من الاشكالات نتمنى نتغلب عليها بانها حكومه تفتح الصدر ديالها ودير منصات ديال الشكايه. طبعا اتمنى ان هذه المنصات حتى هي ما تكونش مربوطه بحزب معين.